ومن النواذيب إلى أدرار، حيث توفر دار الشباب الجديدة بمدينة أطار فضاء لممارسة العديد من الأنشطة من أجل تنمية القدرات الذهنية والجسمية للشباب. وتتيح صالة الألعاب بدار الشباب في أطار لروادها التنشيط الرياضي نظرا لما تتوفر عليه من تجهيزات ومعدات. داخل هذه القاعة بدار الشباب الجديدة في مدينة أطار توجد أنواع مختلفة من الآليات والتجهيزات لممارسة مختلف الرياضات والترويح النفسي، ويستقطب هذا الفضاء الشبابي العديد من الفئات العمرية منذ إنشائه قبل 3 سنوات. صالة فضاء الرياضي زي ما شرف تبارك الله في ولاية أدرار، والرياضة الصحية نحن النساء وشبه فينا حتى من الرياضة في الشارع، وما شاء الله صالة ما شاء الله محترمة، وبلاصة اللي فيها بلاصة آمنة وزينة نحن النساء. هذه القاعة ما شاء الله موفرة لنا ياسر، مش نعدل فيها الرياضة كل ليلة ونشيها. يأتي إنشاء هذه القاعة الرياضية في إطار المهام الموكلة لدور الشباب في مجال التنشيط الرياضي وتنمية الجسم والعقل. وهذه القاعة أسسناها بداية 2020، والحمد لله 3 سنوات قائمة، وأسسناها على أساس أعلن الرياضة مهمة، وأعلن عياو شمنا الواقيج يعدل شمنا الرياضة في بليدات وتعود ما هي آمنة، وأسسنا القاعة وآمنة ومهمة لملأ فراق الشباب، تعاونهم وتنمي قدراتهم. هذا فضاء أطال الرياضة مفتتاح بتمويل من مشروعي مستقبلي، وبالحقيقة كانت هنا تياها رواد من ساكن تطار تواجدوا لي بكثرة، بالأخص الشباب، وراجين إن شاء الله لأن الشباب كامل يقبلوا لهذا الفضاء، لأنه فضاء يمكن جميع ساكن تطار من الرياضة في جو يعود في جو آمن. فضاء شبابي يوفر الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية من خلال أساليب عصرية ومتنوعة، حيث يتيح لرواده ممارسة هواياتهم واستغلال أوقات الفراغ. الفاغولي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار.